السلام عليكم. أنا في الحقيقة ألفية الجزائر تابعتها أيام كنت جنين في بطن الشعر، ولاحظت فيها أو فهمت منها أشياء مختفية وكأنها أسرار لتاريخ الجزائر. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الألفية، علينا أن نفهم بأن الأدب هو الحياة، والأدب هو موهبة، وإبراهيم يحوز على موهبة من خلال هذه الألفية. النقد حس. أنا عندما قرأت هذه الألفية أثارت في الكثير من الأحاسيس، وسأسردها لاحقا. الآن هناك أخطاء كثيرة في كتابة تاريخنا، وأقول هذا تحت الرقابة التاريخية لأخينا وأستاذنا محمد بلغيث. الوحيد الذي كتب التاريخ في شكل قصائد شعرية، حيث حول هذه الألفية إلى بوصلة. عندما نقول إلى بوصلة، معنى ذلك أن الجزائر ليست دشرة وليست قرية، الجزائر هي خليط، هي كل الأقوام التي هاجرت إليها بثقافتها وأعرافها وتقاليدها. نبدأها من النوميديين ثم الفينيقيين وروح إلى غاية الاستعمار الفرنسي. عندما يخرج علينا مثلا ماكرون مؤخرا يقول فرنسا عندما دخلت إلى الجزائر في سنة 1830 فلم تجد دولة اسمها الجزائر، لكن من خلال هذه الألفية استطاع الشاعر إبراهيم قارعلي أن يفهم أو تكون بمثابة رد لهذا الماكرون. ثانيا، حاول ديمسطورة هذا اليهودي ابن خنشلة صنع لنا تاريخ من خلال الدراسات التي حاليا هو يقوم بها عن طريق من يعرف مصالي الحاج وإلى آخره. لا يا سيدي، احنا تاريخنا يبدأ قبل فرنسا وقبل أن تخلق فرنسا. نرجع للألفية. الألفية ستكون من النصوص الخالدة. كان عندنا النص نتاع أبو العلاء المعري رسالة الغفران، ثم جاءت الكوميديا الإلهية، ثم جاءت دونكي خوتي، مش دونكي شوتي كما راهم يفهموا في الناس. دونكي شوتي ترجمة خاطئة، احنا قريناها خطأ والفرنسيين قراوها ثاني خطأ. دون معناه الوشاح، خوتي معناه الجذر تاعها والخطأ، وهذا دونكي خوتي هذه هي بمثابة نقد فيليب دو ونقب فيليب طروا، لأنهم هم اللي كانوا يذبحوا في المسلمين، وهم اللي قضوا على الحضارة الإسبانية، وهم اللي قضوا على الفنانين على الفقهاء على الشعراء إلى آخره. فهو كتب هذه الرواية. إذن هذه النصوص الخالدة، لو نكون عادلين ونكون منصفين، فإن ألفية الجزائر تعتبر من هذه النصوص الأربعة الخالدة. وإذا لم تنصف إبراهيم قال عي أو ننصفه نحن ابن هذا الجيل، فستأتي الأجيال القادمة وتنصفه وستجعله من الخالدين. أشكركم.